يا ترى في الجنة زواج وجماع؟ ويا ترى فاكهة الجنة شكلها ايه وطعمها ايه؟ ويا ترى فاكهة الجنة زي فاكهة الدنيا كده في الشكل واللون والطعم، ولا كل حاجة بتبقى مختلفة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله في اول فيديو لنا في سلسلة شرح القرآن، بنشرح فيه آية بتوصف بعض مما في الجنة. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. الآية 25 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا. وبشر، الواو هنا استئنافية، ومعنى البشرى أو البشارة في اللغة أصلها، الأصل بتاعها يعني، هي الخبر الذي يسر المخبر به، يعني الخبر اللي بيفرح المخبر به، اللي بيفرح اللي انت رايح تقول له الخبر يعني. الذين هنا هي اسم موصول في محل نصب مفعول به. آمنوا، ومعنى الإيمان في اللغة كما ذكرنا هو التصديق، وفي الاصطلاح هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وعملوا الصالحات. وعملوا، الواو هنا عاطفة، ومعنى العمل في اللغة هو كل ما ينبغي فعله وإنجازه، يعني أي حاجة لازم تعملها تسمى عمل، زي مثلا إنك تسافر، إنك تشتغل، إنك تتعلم، إنك تتجوز، إنك تصلي، أي حاجة لازم تعملها في حياتك تسمى عمل، والعمل هو كل ما ينبغي فعله وإنجازه، يعني كل حاجة لازم تعملها. الصالحات، ومعنى الصلاح أو الإصلاح في اللغة هو ضد الفساد، وهو الأفعال النافعة أو إزالة الخطأ. أن لهم جنات. أن هنا هي حرف مشبه بالفعل للتوكيد. لهم، اللام هنا هي حرف جر، وهم ضمير متصل في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر مقدم. جنات، جنات هنا هي جمع جنة، ومعنى الجنة في اللغة هي الحديقة المثمرة ذات الأشجار والنخيل، يعني المكان أو الحديقة اللي مليان أشجار ونخل ومليان فاكهة. تجري من تحتها الأنهار. تجري، ومعنى الجريان في اللغة هو الاندفاع والتدفق، يقال جرى الماء. جرى الماء يعني تدفق واندفع وسال. من تحتها، من هنا هي حرف جر، تحتها، وكلمة تحت هي ظرف مكان، وهي أحد الجهات الستة، وهي الناحية السفلى، وها هي ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الأنهار، الأنهار هنا هي جمع نهر، ومعنى النهر في اللغة هو مجرى المياه، يعني المكان اللي تمشي فيه المية وتندفع وتتدفق وتسيل. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. كلما هنا هي ظرفية شرطية غير جازمة. رزقوا، ومعنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به مما يؤكل ويلبس، أو هو كل ما يصل إلى الجوف وينتفع به الجسد، يعني الرزق هو كل حاجة بتستفيد منها من الأكل والشرب واللبس وغيره، أو هو كل حاجة توصل لبطنك وجسمك بيستفيد منها. منها، من هنا هي حرف جر، وها هي ضمير متصل في محل جر بمن متعلق بكلمة رزقه. من ثمرة، من ثمرة هنا هي جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من كلمة رزقا، ومعنى الثمرة أو الثمار في اللغة هو حمل الأشجار، يعني كل حاجة بتحملها الأشجار من فاكهة وغيرها. من ثمرة الرزقة. رزقة، وطبعا احنا عرفنا معنى الرزق في اللغة وقلنا هو كل ما ينتفع به مما يؤكل ويلبس، أو هو كل ما يصل إلى الجوف وينتفع به الجسد أو ويتغذى به الجسد. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قالوا، ومعنى القول في اللغة هو كل ما يتلفظ به اللسان سواء كان تاما أو ناقصا. هذا الذي، هذا هنا هنقسمها اتنين، هتبقى ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. الذي، الذي هنا هي اسم موصول في محل رفع خبر، وهو على حذف مضاف، على حذف مضاف، يعني في جملة أو في مضاف محذوف، اللي هو إيه المضاف ده؟ يعني المقصود مثل الذي رزقنا، مثل الذي رزقنا. ركز معايا الله يبارك لك. رزقنا من قبل، رزقنا،
طبعا احنا عرفنا معنى الرزق في اللغة، وهنقول تاني الرزق هو كل ما ينتفع به مما يؤكل ويلبس، أو هو كل ما يصل إلى الجوف ويتغذى به الجسد أو وينتفع به الجسد. من قبل، من هنا هي حرف جر قبل، وكلمة قبل في اللغة هي ظرف زمان يفيد التقدم في الوقت، يعني الحاجة اللي جت في الأول. على سبيل المثال أقول لك جاء أحمد قبل محمد، فكلمة قبل هنا جعلت أحمد اللي جه في الأول، يبقى جاء أحمد قبل محمد، يعني أحمد جه في الأول. فكلمة قبل هي ظرف زمان يفيد التقدم في الوقت، يعني الحاجة اللي جت في الأول. وأتوا به متشابهة، وأتوا الواو هنا اعتراضية أو حالية، ومعنى الإتيان في اللغة يراد به أكثر من معنى، ولكن المعنى المراد في هذه الآية هو العطاء. أتوا به متشابهة يعني أعطوا مثله متشابهة. به متشابهة، به الباء هنا هي حرف جر، والهاء هي ضمير متصل في محل جر متعلق بكلمة أتوا. متشابها، ومعنى التشابه أو الشبيه في اللغة هو المثل أو المثيل، المتشابهات يعني المتماثلات. يقال النحاس شبيه بالذهب، شبيه بالذهب يعني زيه في الشكل واللون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم الواو هنا عاطفة واللام حرف جر، وهم ضمير متصل في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم. فيها، في هنا هي حرف جر، وها هي ضمير متصل في محل جر متعلق بمحذوف الخبر أزواج، الخبر أزواج، يعني كلمة أزواج هي الخبر، فركز معايا في النقطة دي. أزواج مطهرة، أزواج هنا هي جمع زوج، ومعنى الزوج في اللغة هو كل شيء معه آخر من نفس جنسه، يعني أي اثنين مقترنين ببعض من نفس الجنس ونفس الفصيلة يسموا زوج أو يسموا أزواج، زي مثلا جوز حمام، جوز أنارب، جوز بط، جوز اثنين متجوزين، أي اثنين مقترنين ببعض من نفس الجنس ونفس الفصيلة يسموا زوج أو يسموا أزواج. والزوج أو الزواج برضو هو اقتران الذكر بالأنثى، أو هو ميثاق شرعي بين رجل وامرأة أو بين ذكر وأنثى، غايته أو الهدف منه هو إنشاء أسرة مستقرة. مطهرة، ومعنى الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن كل ما هو قذر وقبيح ونجس، سواء كان حسي أو معنوي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الطهارة هي النظافة والنزاهة عن كل شيء قذر وقبيح ونجس، سواء كان حسي زي مثلا الغائط والبول والحائض والولادة والمني وغيره، وسواء كان معنوي، معنوي يعني مرض القلب اللي هي قباحة القلب ونجاسة القلب وقذارة القلب، زي مثلا الحقد والحسد والكذب والغل. وهم فيها خالدون، وهم الواو هنا عاطفة، هم ضمير متصل في محل رفع مبتدأ. فيها، في هنا هي حرف جر، وها هي متعلقة بكلمة خالدون. خالدون، ومعنى الخلود في اللغة هو البقاء والدوام، يعني الحاجة الدايمة الباقية اللي ما بتنتهيش وما بتموتش. إذا احنا فهمنا الآية من ناحية المعنى اللغوي، ندخل بقى على تفسير الآية أو المعنى المراد منها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه وعملوا الصالحات من الأقوال والأفعال، يخبرهم بالخبر الذي يسرهم، والخبر الذي يسرهم أن لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني حدائق أو مكان مليان أشجار ونخل تجري من تحتها الأنهار، يعني من شدة تدفق المياه كأن المكان نفسه، النهر نفسه بيجري معاها. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، يعني كل لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم بثمرة أو يرزقهم بفاكهة في الجنة يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، يعني ده احنا أكلناه قبل كده. ومعنى هذا الذي رزقنا من قبل على قولين، القول الأول إن ده إحنا أكلناه قبل كده في الدنيا، والقول الثاني إن ده أكلناه قبل كده في الجنة. ففاكهة الجنة كل لما تاخد منها ثمرة، أو كل لما تاخد منها تفاحة مثلا على سبيل المثال، خدت منها تفاحة هيطلع مكان التفاحة دي تفاحة تاني بنفس الشكل واللون، بس الطعم بيكون مختلف، الطعم بيكون أحسن من اللي قبله. فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل يعني ده احنا اكلناه قبل كده في الجنة، ده القول الثاني. وأتوا به متشابهة،
يعني وأعطوا مثله متشابها، أعطوا مثل الثمار دي متشابها. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعون، قالوا في قوله تعالى وأتوا به متشابها، متشابها في الشكل واللون ولكن مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في الشكل واللون والطعم معا، وقيل ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني ما فيش حاجة موجودة في الجنة موجودة هي هي في الدنيا غير الأسماء وبس. وقالوا فاكهة الجنة خيار لا رذل فيه. يعني إيه الكلام ده؟ خيار يعني حاجة نظيفة، كلمة رذل يعني حاجة بايظة معفنة فيها عطن، فهي ده معنى كلمة خيار لا رذل فيه. انت هنا في الدنيا بتنقي الحاجة النظيفة، ده اسمه خيار. لما بتشتري فاكهة او بتشتري خضار بتنقي الحاجة النظيفة، ده اسمه خيار. خيار يعني حاجة نظيفة، وبتمشي بتركن او بتشيل او مش بتاخد الرذل. الرذل يعني الحاجة البيضة، الحاجة المعفنة اللي فيها عطن، فده اسمه رذل. فبيقولوا في الجنة الفاكهة بتاعتها ما فيهاش رذل، خيار لا رذل فيه، يعني حاجة نظيفة ما فيهاش حاجة بايظة. ولهم فيها أزواج مطهرة. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعون، أزواج مطهرة يعني مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام، النخام اللي هو البلغم، والبزاق، البزاق اللي هو التفافة أو التف، ومطهرة من المني ومطهرة من الولد. يعني إيه؟ يعني نساء الجنة أول ما ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بيتم تطهيرهم، بيتم تطهيرهم من كل شيء قذر ونجس وقبيح، سواء كان حسي أو معنوي، سواء كان حسي زي الغائط والبول والحائض والمني والولد والبزاق وكده، وسواء كان معنوي، معنوي يعني زي الحقد والحسد والغل والنفاق والكذب إلخ. وكذلك الرجال، الرجال لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم ويدخلهم الجنة برحمته بيتم تطهيرهم برضو من كل شيء قذر ومن كل شيء قبيح، سواء كان حسي أو معنوي. وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون يعني دائمون البقاء على ما أعطاهم الله من النعيم، يعني دائمون البقاء لا يذوقون الموت، مفيش موت، مفيش فناء، ما خالدون دائمون البقاء شيء أبدي، أبدي يعني مفيش حاجة اسمها موت، مفيش حاجة اسمها فناء، حياة ما بتنتهيش. أما بالنسبة للجماع الجنسي في الجنة فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ أنطأ في الجنة يعني هل في جماع جنسي في الجنة أو في نكاح في الجنة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده، دحما دحما حتى إذا قام عنها رجعت بكرا مطهرة. ومعنى دحما دحما في اللغة يعني الدفع الشديد أو القوة الشديدة، وهي تكون في الجماع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. فقيل يا رسول الله أو يطيق ذلك يعني يتحمل ده؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم يعطى قوة 100. وسئل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أينكح أهل الجنة أو أينكح أهل الجنة؟ فقال نعم ويأكلون ويشربون. وإحنا كده يا جماعة خلصنا، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي في الآية 26 من سورة البقرة، ألا وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أشوفكم على خير وصحة وعافية إن شاء الله، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان لسه السلسلة مستمرة بإذن الله إلى نهاية المصحف. ولو عجبك الفيديو ابعته لزمايلك وابعته لأصحابك، ولنا ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لكم علما نافعا لا ينسى، ورزقا حلالا طيبا، وعملا خاشعا متقبلا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل رب زدني علما.